هاي القصة اهلا وسهلا في جالرينا جالرينا ولد غديده هلا خيو <applause> أه أه بدي افرجيك اول صوره للفنان سلفادور دالي اه هذا هذا من هذا فنان شريالي. اه ظل يلبس شراويل عنده فوق ال 100 شروال هذا انولد سنه 1904 ومات 1989 الله يرحمه طبعا مات طفران عايف التنك ثانك يو، اوكي، اوكي. وبعدين خيو هاي اللوحة الثانية للفنان كخ، هذا هذا رائد الفن الانطباعي، اه هذا جيل زين، جيل زين، هذا انولد 1853 ومات 1890، الله يرحمه، هذا كان مو عايف في التنكة مثل هذاك، لا، هذا هذا على الحديدة. Good 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 great. وهاي الرسمه خيو لا بكاشو اه هذا بيكاسيو هذا هذا برضه جلميين اه هذا رائد المدرسه التشعيبيه خيو هذا آه انولد سنه 1881 وتوفى 1973 اه ايوه آه. في له تقدير السن عندنا اه والله هذا كمان ما كان لا على التنكه ولا على الحديدي هذا كان على الجنط طيب هذا مين اها بتحكي عن منو هذا؟ هذا نائب اردني خيو حط ايدك على راسك نائب اردني اه هذا رائد المدرسه التشليحيه اه هذا الرجل ولد نائبا وعاش نائبا وسيموت نائبا على شعب نائبا <applause>